هيا، ماذا تنتظرون؟ هيا نهجم على هذه الشطائر اللذيذة المغرية. أنتم فاشلون، لا تعملون بجد ونشاط. مررت الآن على الحظيرة وهي ما زالت مليئة بالشطائر. أيها الكسالى، أريدكم أن تخلصوني من تلك الشطائر التي في الحظيرة بسرعة. ماذا فعلنا بأنفسنا؟ لقد أكلنا فوق طاقتنا. نعم، أكلنا بشراهة. لا أستطيع أن أتنفس من كثرة الأكل. أشعر بأنني لا أستطيع الحركة. يبدو أنني سأنام هنا في هذا المطعم. هل أستطيع أن أطلب وجبة أخرى؟ سكري، أيها الأكول، كف عن الأكل ودعنا نذهب من هنا. لم أشبع بعد وأفكر في طلب وجبة ثالثة. أيها النادل، أحضر لي وجبة أخرى. أين ذهب النادل؟ لا يوجد أحد. أين اختفوا؟ ربما هذا وقت استراحتهم. هيا يا سكري، يكفيك ما التهمته من طعام. من الذي طلب هذا الكم من الشطائر؟ ربما أرسلوها إلى سكري. هل أستطيع أن ألتهم واحدة منها؟ هيا لنغادر هذا المطعم. لماذا تحاصرنا؟ النجدة! النجدة! أنقذوني! أبعدوا عني هذه الشطيرة المفترسة! من أنت؟ ألا تعرف من أنا؟ هل نحن مختطفون؟ أظن ذلك، ولكن لماذا يختطفوننا؟ ربما أغلقوا الأبواب وحبسونا هنا حتى ندفع ثمن ما أكلناه. إذا كنت تحبسنا حتى ندفع لك ثمن الطعام الذي أكلناه، فإننا سندفعه لك بكل تأكيد. أظنكم لا تعرفونني، أنا زعيم عصابة الطعام الفاسد. هؤلاء جنود المخلصون، جنود الأقوياء الذين يظهرون لكم البراءة ويغرونكم بشكلهم الجميل وطعمهم اللذيذ حتى تصيبكم التخمة والأمراض، ثم يظهرون على حقيقتهم التي ترونها الآن. هؤلاء الجنود المفترسون لن يرحموكم حتى يقتلوكم. أيها الزعيم، لماذا تريد أن تؤذينا؟ ما الذي ستستفيده من وراء ذلك؟ هذا ما أريده. خذ نقودك واتركنا نخرج من هنا. أخذت منا النقود، هيا دعنا نخرج. حسناً، إذا أردتم الخروج من هنا يجب أن تصارعوا جنودي. هيا قاتلوهم وكلوهم، لا تخافوا منهم، لن يؤذوكم على الإطلاق. ولكننا لا نريد أن نأكل. لقد أكلنا كثيراً حتى أصابتنا التخمة. هل رأيتم؟ جنودي لن يقاوموكم ولن يؤذوكم إذا أكلتموهم. لا تأكلوها، إياكم أن تفعلوا ذلك. هؤلاء المفترسون سيؤذونكم بعدها. انظروا إلى أجسادكم كيف تغيرت، انظروا إلى بطونكم التي انتفخت. نعم، لا نزال نشعر بأذيتهم في بطوننا. هؤلاء الجنود المفترسون لا يرحمون ويحاربوننا من داخل أجسادنا. لن يدعوكم تخرجوا بسلام، لن تخرجوا من هنا إلا إذا أكلتم جنودي. لقد أكلنا وشبعنا ودفعنا لك المال، ماذا تريد منا غير ذلك؟ أريدكم أن تأكلوا أكثر، ولن أتوقف عن بيع الطعام الفاسد الذي يصيبكم بالأمراض ويجعلني أجني أموالاً كثيرة. ماذا سنفعل الآن؟ ليس أمامنا خيار سوى أن نقبل بأكل هذه الشطائر الفاسدة المفترسة. إذن هيا تحركوا، هيا لنأكلها ولنخرج من هنا. هيا تقدموا. بطني. لم أكن أتخيل أن تفعل بنا تلك الشطائر اللذيذة كل هذا. بعد كل ما حدث وتقول إنها لذيذة؟ نعم، هي لذيذة.
لذيذة ولكنها شرسة ومدمرة للصحة.